دلوقتي هنستعرض الأول مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة بنبدأ من القاهرة. كوبري أكتوبر في الوقت الحالي بيشهد بعض الكثافات المرورية، شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لمنتصف كوبري غمرة. كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات لغاية وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة فهيلاقي إن في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. نفق الأزهر بيشهد سيولة مرورية، وفي سيولة في حركة المرور القادم من صلاح سالم لحد ميدان الأوبرا، والعكس ظهرت بعض الكثافات البسيطة على كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة لغاية مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى منطقة أحمد سعيد. من القاهرة تعالوا نروح للجيزة، هنبدأ في شارع الهرم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية، والكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة الماريوتية ومكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من أكتوبر هنلاقي إن في كثافات مرورية قبل الدائري وبتستمر لغاية سلم أرض اللواء، بعد كده في سيولة مرورية في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. أما المتجه لأكتوبر فهيلاقي إن في سيولة مرورية. في أكتوبر بيشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم، ظهرت بعض الكثافات المتحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا لمول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الأهرام ووصل الدريم حتى منطقة الأعمال. تعالوا مع بعض نروح دلوقتي محافظة الإسكندرية. طبعا كل الأحجام المرورية في زيادة عن الطبيعي بسبب زيادة أعداد المصطفين في المدينة، فبتظهر كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان دلوقتي، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، الطريق هناك بيشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ إن فيه كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية، أيضا فيه كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، فيه هناك بعض الكثافات المرورية. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، زي ما أشرنا كده لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده بيزود من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، أقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. تفاصيل الطقس كلها معانا بس بعد شوية.